ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القصيم أستاذ التاريخ السعودي المشارك بجامعة القصيم الدكتور محمد السلامة. دكتور محمد، ربما مع إنشاء أو يعني بداية قبل 600 عام تسلسل الحكم لدى هذه الأسرة السعودية الحاكمة مع تأسيس مانع المريدي للدرعية، بالتالي كان يمكن أن يكون تاريخا للتأسيس، ولكن ما المشكلة؟ هل لأنه كانت الدرعية في ذلك الوقت هي مدينة دولة، وبالتالي أصبح الحديث عن الدولة بمفهومها الواسع هو منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى؟ حيك الله أخي مفرح، أهلا بك. حيك وحي السادة المشاهدين، وبدايةً اسمح لي أن أعبر حقيقة عن اعتزازي لهذا القرار الحكيم الذي صدر من القائد المثقف المؤرخ الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة. وهذا القرار لا شك أنه يعتبر اعتزازا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، ويضع أيضا تاريخ سياسي دقيق لتأسيس الدولة، وأيضا للحرص من القائد المؤرخ وولي عهد الأمين على إبراز الهوية الوطنية لأبناء المملكة بربهم معرفيا بشخصية مؤسس الدولة الإمام محمد بن سعود. وهذا حقيقة هذا القرار ليفتح لنا كأساتذة في التاريخ وأيضا الطلاب والطالبات والمثقفين لإعادة قراءة التاريخ والبحث أكثر في تاريخ تأسيس الدولة والأحداث التي صاحبت ذلك. فالعمق التاريخي للدولة السعودية يحتاج الحقيقة قراءة جديدة، وأتى هذا القرار ليعلن انطلاق المزيد من الكتابة التاريخية وإيضاح بعض المعلومات الدقيقة حول تأسيس الدولة. وجابة على سؤالك، سلسلة الحكم للدولة السعودية المالكة تمتد إلى ما يقرب من 600 عام كما ذكر الزملاء وذكرت أنت، وذلك حينما أسس مانع المريدي في حدود عام 850-1446 مدينة الدرعية، وهو الجد الثالث عشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. ولكن التأسيس وتغيير شكل الحكم من المدينة الدولة إلى الدولة الواسعة حدث في عهد الإمام محمد بن سعود الذي تولى إمارة الدرعية عام 1139، وأسس الدولة تقوم على الإسلام وأيضا الحكم الرشيد للأسرة المالكة. هكذا تم تأسيس الدولة. طيب، هو في تلك الفترة كان هناك أحداث في المنطقة ربما لم يتوقف المؤرخون كثيرا عند التاريخ، ولكن اختير هذا التاريخ بشكل معين. أليس عندما يتوقف المؤرخون عند الحدث الشهير وهو المبايعة بين الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب دليلا على أن الدولة قائمة، وأن الشيخ باعتقاده الجازم بأن الدولة الوليدة هي الأقرب لفكره الديني، مراده أيضا من نشر العلم الشرعي والبعد عن الخرافات، ولذلك اختار الانضواء تحتها وفضلها على باقي البلدات التي كانت مجاورة أو المدن الأخرى؟ صحيح. الدولة كانت موجودة، الدولة كانت موجودة قبل انتقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العين للدرعية حدود عام 1157، وانتقاله إلى الدرعية دليل على وجود الدولة واستقرارها وقوتها، وعدم أيضا دخولها تحت أي نفوذ أو استقلالها عن أي نفوذ خارجي. فالإمام محمد بن سعود كان مؤسس الدولة عام 1139-1127، يعني قبل قدوم الشيخ للدرعية بحوالي 18 أو 19 عام، مما يدل على تأسيس الدولة ووجودها حتى قبل قدوم الشيخ لها. بل أن من أسباب اختيار الشيخ محمد عبد الوهاب للدرعية بعد إخراجه من العيينة قوة الدرعية واستقرارها في تلك الفترة، إضافة لاستقرارها عن أي نفوذ خارجي، بخلاف بعض البلدان النجدية التي كانت تخضع لسلطة بعض القوى كالعيينة التي كانت لبني خالد حكام الأحساء نفوذ عليها. بل أن الإمام ما أشار بعض المؤرخين وسواء بعض المصادر المحلية أو حتى بعض المصادر أو من نقلوا عن أحداث عاصروا في تلك الفترة، يذكرون أن الإمام هو
من الإمام محمد بن سعود هو من دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب للقدوم للدرعية. ودعوة الإمام محمد بن سعود للشيخ محمد بن عبد الوهاب للدرعية دليل على أن الإمام يعني يملك أن الدولة التي يحكمها كانت تملك مقومات الدولة، كانت تستطيع الوقوف مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، فهذا دليل على وجود الدولة وقيام الدولة وتأسيسها قبل حتى وصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب إليها. طيب إذا هو تاريخ تأسيس، أي انضواء بعده أو أي مبايعة لهذا الحاكم لا تعتبر تأسيسا للدولة. كما الألقاب هل تؤثر في اعتبار تاريخ التأسيس، سواء كان الإمام محمد بن سعود إماما قبلها أم كان أميرا أيا كان اللقب؟ لأنه إذا ربطنا الأحداث ببعضها، الملك عبد العزيز لقب أمير نجد، سلطان نجد وعشائرها، سلطان نجد وملحقاتها، ملك الحجاز وسلطان نجد، ثم ملك المملكة العربية السعودية، لاحقا لدينا لقب خادم الحرمين الشريفين، ولكنه لم يؤسس لدولة جديدة هذا اللقب، فهل من اعتبار للألقاب تاريخيا؟ لا 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 علاقة الحقيقة باللقب بتأسيس الدولة، فقد يتم تغيير اللقب حتى بعد تأسيس الدول، والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل ما تفضلت أنت أخي الكريم في الفرح، مثل الملك عبد العزيز تلقب بالأمير ثم السلطان ثم الملك، فالألقاب ليس لها علاقة بتأسيس الدولة. أنا أشكرك من القصيم، وكنت معي عبر الهاتف أستاذ التاريخ السعودي المشارك بجامعة القصيم الدكتور محمد السلامة، شكرا جزيلا لك. الأمر الملكي مشاهدين بالاحتفاء في 22 من فبراير كل عام بيوم تأسيس المملكة يجسد حرص القيادة على إبراز تاريخ المملكة وإرثها الضارب في جذور التاريخ. نتابع. يوم التأسيس والذي يوافق 22 من فبراير كل عام سيحتفي فيه السعوديون بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 قبل نحو 3 قرون. الاحتفاء بيوم التأسيس يجسد حرص القيادة على تأريخ مسيرة الأجداد في بناء هذا الكيان الراسخ، وليس ذلك بغريب، فالملك سلمان عرف بشغفه الشديد بتاريخ المملكة والحفاظ على المراجع والمصادر الموثقة لتاريخ الدولة السعودية عبر رئاسته لدارة الملك عبد العزيز، والتي تعد المرجع الرئيس لتاريخ المملكة والجزيرة العربية. يوم التأسيس تأصيل لامتداد تاريخ المملكة على مدى 3 قرون على يد الإمام محمد بن سعود، والتي شكل تأسيسها إرساء دعائم أول كيان موحد لأبناء الجزيرة العربية بعد عقود عاشت فيها الجزيرة التي انبثق منها نور الإسلام والحضارة، عاشت غارقة في وحول التخلف والجهل تتهددها الفرقة والنزاعات بين أبنائها. تأسيس الدولة السعودية كان بمثابة اللبنة الأولى لنهضة الجزيرة العربية لتدخل عصرا جديدا من الوحدة والسعي لنشر العلم والثقافة والتحضر في ظل استتباب الأمن والطمأنينة. الأمر الملكي بالاحتفاء بيوم التأسيس تأكيد على اتصال الدولة السعودية في مراحلها المختلفة، إذ لا يفصل بين الدول السعودية الثلاث سوى أعوام قليلة، ما يؤكد استمرارية ورسوخ مؤسسات الدولة على ذات الأسس والمبادئ. ونحو استدامة الرخاء والتنمية في المملكة يأتي الاحتفاء بيوم التأسيس ليستحضر الأحفاد تضحيات الأجداد وقدراتهم على دحر التحديات في طريقهم لبناء الدولة، ذكرى تنال فيها أجيال الحاضر من معين عزيمة أئمة وملوك الدولة للحفاظ على مكتسبات الماضي والحاضر والبناء عليها للمستقبل. حي طريف مشاهدينا، المحطة التاريخية والمعمارية الرائعة والمهمة، شهد هذا الحي ولادة الدولة السعودية الأولى، ما جعله يحتل مكانة مميزة على مدى أكثر من 3 قرون. نتابع المزيد والتفاصيل في سياق هذا التقرير التالي. شكل حي الطريف أحد أهم المواقع السياسية والجغرافية في المملكة العربية السعودية منذ نشأة الدولة السعودية الأولى، إذ يقع الحي في الدرعية شمال غرب الرياض على ضفاف وادي حنيفة. يحمل حي الطريف الذي أسس في أواخر القرن 18 الميلادي آثار الأسلوب المعماري النجدي الذي يتفرد به وسط شبه الجزيرة العربية، وقد تنامى الدور السياسي لحي الطريف وأضحى مركزاً لسلطة الدولة السعودية الأولى،
يضم الحي آثارا للكثير من القصور، فضلا عن مباني عامة متنوعة وعدد من المساجد. تم تسجيل موقع حي الطريف بالدرعية التاريخية ضمن قائمة التراث العمراني العالمي باليونسكو في عام 2010، ويعد بمثابة أيقونة الدرعية وواسطة عقدها، حيث يحتضن أهم معالم الدرعية التاريخية من القصور والمنازل والمساجد. وكان يسكنه الأئمة وأسرهم من آل سعود في الدولة السعودية الأولى، وهو مقر الحكم. نواصل مشاهدينا الحديث عن يوم التأسيس، وفي لقاء مع الإخبارية أكد أمين عام دارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد سماري أن المملكة لديها تاريخ عريق وإرث زاخر بالأحداث والمنجزات، وهو ما يؤكد أهمية الاحتفاء بهذا اليوم، يوم التأسيس. متابع المواطنين والوطن بأن نغوص في أعماق تاريخ هذه الدولة المباركة التي يعني والله الحمد يعني مليئة بالكنوز من ناحية الأحداث والإنجازات والإسهامات. فدولة بهذا الحجم تستحق فعلا أن يعني يستذكر هذا اليوم لما له من أهمية. أهم دلالة في الواقع هو العمق الحضاري لهذه الدولة المباركة، العمق الحضاري لمبادئها، العمق الحضاري لإسهاماتها وإنجازاتها. ولذلك يعني أرفع يعني أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، الذي فعلا هو الواعي بالتاريخ والمعني بالتاريخ والذي يقرأ التاريخ ويوجهنا دائما. فهو ها هو اليوم يعيد البوصلة إلى بداية الدولة السعودية ويعطيها أيضا حقها من اهتمام. فشكرا لخادم الحرمين وشكرا لسمو ولي عهد الأمين على هذه الهدية التاريخية للوطن. كما أكد الدكتور سماري أن في قلب كل مواطن جذورا قوية من الوحدة الوطنية والانتماء. نتابع ما قاله بالتفصيل. هذا الواجب اليوم نراه اليوم، لأن في الواقع لسنا نطلب من المواطنين أن يعملوا، لأن هم الآن يقومون بالالتفاف حول رؤية مملكتهم، يقومون بالالتفاف حول المكانة التي تنشدها مملكتهم. في كل قلب مواطن وفي كل ذهن مواطن اليوم يعني جذوة قوية جدا من الوحدة الوطنية والانتماء الوطني. فنعتقد هذا اليوم التأسيس هو نتاج لهالمرحلة نعيشها، وهي مرحلة زاهرة. أنا أستذكر في هذا دائما مقام خادم الحرمين عندما يتحدث مع المؤرخين دائما يثير هذا الموضوع، وهو الاستمرار. دولة تبدأ في بداية يعني في ظروف صعبة جدا وفي منطقة صعبة جدا، وبنتيجة الأعداء والاعتداء عليها تسقط الدولة. سبع سنوات الأولى، ثم تأتي الدولة السعودية الثانية، ثم بفعل أيضا اعتداء من الأعداء وفعل أمور داخلية أيضا تسقط، ثم بعد عشر سنوات تعود. هذا يعطينا دلالة قوية جدا على هذه الدولة متصلة، هذه الدولة مترابطة.